الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملا نبي بعده. حقيقة نحن أنا بالذات زرت قرغيزستان يمكن هذه ثالث مرة. شعب طيب الحقيقة وشعب يعني خلوق، جميعه يتعاطف مع السياح ويؤدوا عملهم بأكمل وجه، ولاحظت منهم يعني الصدق صراحة. نحن مع أبو سيف، لنا أبو سيف الله يمكن هذه ثالث مرة نزوره ونتفق معه على السياحة. نشكره شكرا جزيلا ونتمنى له التوفيق فيما يعمل من أعمال تنفع وطنه وتنفع يعني شعبه، وفي نفس الوقت تنفع الناس التي يأتون إلى هنا. نسأل الله أن يوفقهم والسلام عليكم.